ترأس معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع 60 لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط. الاجتماع عقد بمقر منظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وتم خلاله بحث عدد من المواضيع الجمركية ذات الاهتمام المشترك واستعراض أهمية دور الملحق الفني الإقليمي للإقليم والتأكيد على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة في الإقليم لوضع آلية موثقة لرفع التقارير الخاصة لممثلي اللجان الفنية.